الأخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنديرو الحفل الثاني ديال برنامج اكسس في السنة الرابعة. وهذا برنامج اكسس هو واحد التعاون أمريكي مغربي مع الجمعية المغربية لشهادة اللغة الإنجليزية. وهذا البرنامج بدأ في المغرب سنة 2007، حاليا هو في السنة ديالو الرابعة. تقريبا هناك ما يربع على 64 سنتر كتقوم بنفس العملية. ومدينة العراقيش كان عندها الحظ أنها كانت داز فيها النسخة الثانية وهذه هي النسخة الرابعة. علاش كيهدف هذا البرنامج؟ هذا البرنامج هذا كيهدف هو هوية التلاميذ، ماشي جميع التلاميذ وإنما التلاميذ المتفوقون الذين ينتمون إلى عائلة ذوي الدخل المحدود والفئة العمرية ما بين 14 سنة و 16 سنة. التلاميذ كيستافدوا من برنامج كيمتد لمدة 360 ساعة. البرنامج كيقوي المهارات اللغوية ديالهم، كيقوي المهارات ديال التواصل، وهناك بعض الجوانب الفنية كالمسرح كفن الخطابة. كذلك البرنامج كيركز على خلق التلميذ أو الإنسان ديال المستقبل، ذاك المواطن المتسامح، المواطن المتفتح على المحيط ديالو، متفتح على العالم. وكنتمناو أن هذه التجربة هذه تكون واحد النوع من النجاح داخل لا التلاميذ اللي استفدوا ولا داخل مدينة العرائش، كانت واحد إضافة نوعية في المجال التربوي، بالخصوص أن هذا البرنامج هذا كانوا شركاء معنا كوزارة التربية الوطنية، كمؤسسة إمام مالك. أنا المدير ديال المؤسسة كنشكرو على جميع الدعم والتسهيلات اللي قدمنا باش نستخدموا الفضاء في المؤسسة لمدة سنتين. وكذلك كنتمنى أن هذا البرنامج هذا تجي فعالية أخرى داخل المدينة تقوم هذا النوع ديال الأنشطة اللي كتدعم الجانب التربوي، الجانب الحسي والنفسي عند التلميذ. وهذه المناسبة كنقدم الشكر للمدير ديال دار الشباب الرشيدي، فهو عند المجهود الجبار اللي قام به وفرنا هذا الفضاء هذا اللي قدرنا نديرو فيه هذا الاهتمام هذا. وشكرا.